السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج Discover Primary 2، الصف الثاني الابتدائي، Term 1 الترم الاول. والنهاردة هنبدأ نشرح مع بعض Chapter 2 الفصل الثاني، Helping My Habitat، helping my habitat، مساعدة موطني. وطبعا ده في المحور الثاني، world around me، world around me عالم من حولي. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اصحابي helping يعني مساعدة او يساعد. My habitat الموطن بتاعي. والموطن هنا مش معناه البلد اللي انا عايش فيها بس، لا، معناه كمان المكان اللي انا عايش فيه. يعني انا لو عايش في مكان في زرع، village مثلا، او مكان في خضرة وزرع كتير، ده اسمه habitat، وده طبعا مكان نوعه ان هو مكان زراعي. لو انا عايش في مكان صحراوي، في صحراء وفي رمال حواليا ومنطقة صحراوية، ده نوع تاني من الهابيتاتس او من المواطن، وده طبعا اسمه ديزرت هابيتات او موطن صحراوي. لو انا عايش على ضفاف النيل في مكان فيه مية والمية دي عذبة، طبعا ده نوع تاني من الهابيتاتس او من المواطن. ولو انا عايش في مكان فيه بحر او محيط ومياه مالحة، ده نوع تاني برضو من الهابيتاتس، وبيختلف عن النوع الاولاني لانه نوع المياه كمان بيختلف. فاحنا عايزين نتفق مع بعض ان في انواع مختلفة من الهابيتاتس او من المواطن حوالينا. كل هابيتات او كل موطن بيختلف على اساس طبيعته، وعلى اساس الطبيعة بتاعته دي بيتحدد حاجات كتيرة قوي، منها الكائنات اللي هي عايشة فيه اللي هي الحيوانات والنباتات المختلفة، وكمان الطقس بتاعه، هل يا ترى هو حر ولا برد، في امطار بتنزل فيه ولا جاف، ما بينزلش فيه امطار وفي جفاف كتير. واحنا نعرف ده بشكل اكبر واحنا بندرس الفصل ده. فطبعا دي اول صفحة في شابتر 2، نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 111 او صفحة 111، وعنوانها The Lake يعني البحيرة. طبعا هنا يا اصحابي بيكلمنا عن بحيرة، المفروض ان احنا نتخيل شكلها في خيالنا عن طريق الوصف اللي هو هيوصفه لنا وهيقوله لنا في الكلام المكتوب. وبعد ما يقول لنا الكلام ده ونتخيل البحيرة دي في خيالنا، ندينا فريم تحت او برواز هنرسم فيه الكلام ده زي ما تخيلناه في خيالنا. فهنا بيقول لنا ذا ليك او البحيرة، وبيقول لنا هنا read the story اقرأ القصة، use the description استخدم الوصف، to draw لترسم، a picture صورة، of what you see لما تراه، in your mind في عقلك. يبقى انت هتقرأ القصة اللي احنا هنقولها لك دلوقتي، وبعدين استخدم الديسكريبشن او الوصف ده علشان تعمل drawing وترسم picture او صورة للي انت شايفه في عقلك، او of what you see in your mind. مرة تانية، read the story، use the description to draw a picture of what you see in your mind. وبيقول لنا هنا the lake sits at the base of the mountains. The lake يعني البحيرة، sits بتقع مكانها يعني at the base في قاعدة، of the mountains يعني قاعدة الجبال. يبقى البحيرة مكانها عند قاعدة الجبال. The mountains الجبال are covered مغطى with large trees يعني كبير، trees يعني أشجار. يبقى الجبال مغطى بأشجار كبيرة. مرة تانية، the lake sits at the base of the mountains. The mountains are covered with large trees. Some of the trees بعض الأشجار are hidden مختفية، hidden يعني مخفي، in the shadows
in the shadows في الظلال، يبقى الأشجار في منها اللي ظاهر قدامي وفي ظل كده وراها مستخبي في بعض الأشجار. making them appear بيجعلها appear تظهر، to be dark كأنها مظلمة، green green يعني أخضر، dark مظلم غامق، green أخضر يبقى بيخليها تظهر كأن لونها أخضر غامق. مرة تانية، some of the trees are hidden in the shadows making them appear to be dark green. The other trees الأشجار الأخرى have لديها dark branches أغصان غامقة لونها غامق، and bright green leaves يعني أوراق مشرقة. يبقى في الأغصان نفسها لونها غامق لكن leaves bright مشرقة، الشمس جاية عليها فمخليها مشرقة. يبقى مرة تانية، the other trees الأشجار الأخرى have dark branches and bright green leaves. The lake البحيرة shines blue in the sunlight. Shines blue مشرقة باللون الأزرق، shines يعني مشرق، blue باللون الأزرق، in the sunlight في ضوء الشمس. يبقى لما الشمس بتيجي على سطح البحيرة بتخليها كده مشرقة بلون أزرق. The water الماء is still ما زال like glass مثل الزجاج. يبقى مرة تانية، the lake shines blue in the sunlight. The water is still like glass. Yellow أصفر، and red وأحمر، flowers زهور، يبقى الزهور الصفراء والحمراء. Bloom بتتفتح، in the long grasses في الأعشاب الطويلة، grasses يعني أعشاب. Along the shore على طول الشاطئ، of the lake البحيرة، على طول شط البحيرة. اليلو والريد فلاورز بيحصل لهم blooming أو بيتفتحوا. In the long grasses في الأعشاب الطويلة. Along the shore of the lake على طول شط البحيرة. يبقى مرة تانية، yellow and red flowers bloom in the long grasses along the shore of the lake. فده الوصف بتاع البحيرة المفروض ان احنا عرفناه دلوقتي. هنرسم هنا في الفريم ده صورة البحيرة اللي هو قلنا عليها ان هي موجودة في قاعدة الجبال، تحت قاعدة الجبال. الجبال دي بيغطيها اشجار طويلة، وصف لنا الاشجار دي ان هي طبعا في منها اللي مستخبي في الظلال ومخلي لونها غامق اخضر غامق، والاشجار اللي ظاهرة الاغصان بتاعتها بتبقى لونها غامق والاوراق بتاعتها مشرقة باللون الاخضر الفاتح، والبحيرة نفسها الشمس بتخلي المية بتاعتها مشرقة باللون الازرق، والمية بتاعتها لسه زي الزجاج. حوالين البحيرة في yellow and red flowers او ازهار صفراء وحمراء بتتفتح في العشب الطويل على طول شط البحيرة. ونتنقل الجزء اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج 112 أو صفحة 112، وعنوانها Our Egyptian Environments يعني بيئات. Egyptian مصرية، Our يبقى بيئتنا المصرية، طبعا بلدنا الحبيبة مصر، بلد كبيرة وموجود فيها بيئات مختلفة، فيها البيئة الصحراوية اللي فيها الصحراء والرمال والجبال، فيها البيئة النيلية الجميلة بتاعت نهر النيل الجميل بتاعنا، وطبعا دي بيئة مائية فيها حيوانات خاصة بنهر النيل كتير، وطبعا فيها بيئة المدينة اللي احنا بنعيش فيها زي المدن المختلفة والمحافظات المختلفة في بلدنا الحبيبة مصر. ففي انواع مختلفة من البيئات او الانفايرومنتس زي ما احنا شايفين قدامنا. مدينا 3 صور لبيئات مختلفة في مصر، وهنا بيكلمنا عن البيئات الخاصة ببلدنا مصر الحبيبة. فبيقول لنا هنا compare the different environments البيئات المختلفة. name each سمي كل واحدة منهم. فأول صورة يا أصحابي فيها صورة نهر النيل
وطبعا جنبه مكان فاضي. طبعا البيئة دي المفروض نسميها ايه؟ شاطرين كلكم، المفروض نسميها water، water environment، water environment او البيئة المائية. طب الصورة التانية فيها صحراء، صحراء موجودة في جزء من بلدنا الحبيبة مصر، المفروض نسمي ال environment دي ايه يا اصحابي؟ شاطرين، desert environment، desert environment او البيئة الصحراوية. طب الصورة التالتة فيها مدينة من المدن وعربيات وبني ادمين المفروض رايحين وجايين، المفروض نسمي ال environment دي ايه يا اصحابي؟ شاطرين، city environment، city environment او بيئة المدينة. وبكده نكون عرفنا جزء من البيئات المختلفة الموجودة في بلدنا الحبيبة ايجيبت او مصر، ونتنقل الجزء اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 113 او صفحة 113 وعنوانها vocabulary 1. vocabulary يعني مفردات اللغة، يعني كلمات اللي لازم نكون عارفينها وعارفين معانيها كمان. فهنا بيقول لنا think، think يعني فكر، about في your own definition، your own definition يعني تعريفك الخاص، for the new word، for the new word للكلمة الجديدة. فهنا بيقول لنا complete، أكمل، the chart، the chart الجدول أو الخريطة، وهنا طبعا مدينا جدول، الجدول ده المفروض هنكمله مع بعض. فهنا بيقول لنا vocabulary word، vocabulary word الكلمة اللي احنا بنعرفها النهاردة، عايزين نذكر كلمة جديدة، مصطلح جديد احنا لسه عارفينه في الشابتر ده ونتكلم عنه ونعمل complete للشارت دي. فهنا مثلا هنختار كلمة environment، environment يعني بيئة، دي اول حاجة اللي هي الفوكابيولاري وورد environment. فهنا بيقول لنا your definition، your definition التعريف بتاعنا، المفروض نعرف الانفايرومنت على اساس ان هي ايه يا اصحابي. an environment is the surroundings، surroundings يعني محيط بي، وطبعا يعني الحاجات المحيطة بينا، things الأشياء around us اللي حوالينا، around us اللي حولنا، in which بحيث، a person، a person لو كانوا أشخاص، شخص يعني، animal، animal أو حيوان، or plant lives، or plant lives أو حياة النباتات. فمرة تانية the surroundings، things around us، in which a person، animal or plant lives. طب يقول لنا هنا جنبها لازم نعمل illustration، illustration او رسم توضيحي، فنرسم طبعا شكل من الاشكال ال environment المختلفة اللي بتبقى فيها حاجات حوالينا، زي ما قلنا لو هم اشخاص persons، او animals حيوانات، او plant lives، او plant lives شكل من اشكال الحياة الخاصة بالنبات. وهنا بيقول لنا sentence using the vocabulary word، جملة بتوضح استخدام كلمة environment، الكلمة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، عايزين نقول جملة بنستخدم فيها كلمة environment او بيئة. فممكن نقول I live in a city environment، I live in a city environment يعني انا بعيش في بيئة المدينة. مرة كمان I live in a city environment يعني انا اعيش في بيئة المدينة. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 114 او صفحة 114 وعنوانها in the garden، in the garden في الحديقة. وهنا بيقول لنا look، انظر، at the illustration، at the illustration على الرسم التوضيحي، in the next page، in the next page في الصفحة التالية، read اقرأ، the story القصة، circle، circle ضع دائرة حول، words، words الكلمات، you do not know، you do not know التي لا تعرفها. فالمفروض ان احنا هنشوف ال illustration او الرسم التوضيحي في ال next page او في الصفحة اللي بعد كده، وبعدين هنعمل reading لل story اللي موجودة في ال page دي، ونحدد الكلمات اللي احنا مش عارفينها ونحط حواليها circle. فزي ما احنا شايفين يا اصحابي دي بيج
115 او صفحة 115، ودي النكست بيج او الصورة اللي بعد كده. طبعا فيها اتنين من اصدقائنا في الجاردن او في الحديقة قاعدين بيعتنوا بالحديقة وبيهتموا بيها، بيسقوا النباتات المختلفة وبينظموا الحديقة بتاعتهم. وتعالوا بقى نعمل ريدنج للستوري الموجودة في البيج اللي قبل كده. فهنا بيقول لنا نور and حسام، نور and حسام، نور وحسام are watering plants، are watering plants يعني بيروا النباتات بالمية. in the planter outside، in the planter outside يعني في المكان اللي بيزرعوا فيه النباتات بالخارج. حسام's window، حسام's window اللي هو خارج النافذة بتاعت حسام. يبقى مرة تانية نور and حسام are watering plants in the planter outside حسام's window، نور وحسام بيروا النباتات اللي موجودة في مكان الزراعة اللي هو خارج الشباك الخاص بحسام. they hear هم بيسمعوا birds الطيور singing بيغنوا in the trees في الأشجار. they see هم بيروا bees النحل buzzing بيوتن بيزن يعني around the flowers حول الزهور in the garden في الحديقة. حسام بينهي watering the plants ان هو يروي النباتات يسقيهم بالمية يعني. there are weeds هناك أعشاب، هناك حشائش growing بتنمو in the planter في المكان الخاص بالزراعة. هل يجب عليه pull أن يسحب the weeds out إن هو يسحبها من الأرض يعني يخلعها من الأرض؟ هل يجب عليه إن هو يخلعها من الأرض؟ طبعا أيوة، علشان خاطر الحشائش دي بتاخد مكان النباتات النافعة والفلاورز كمان، فلازم هو ينظف الأرض من الويدز دي أو من الحشائش دي ويدي فرصة للنباتات التانية تطلع. وبيقول لنا هنا كمان the sun الشمس is shining مشرقة brightly بلمعان. the sun is shining brightly الشمس مشرقة بلمعان. the plants النباتات are not in the sun مش معرضين للشمس بشكل كويس. نور قررت to move ان تحرك the plants النباتات to get more لتحصل على اكثر sunlight ضوء من الشمس لتحصل على ضوء شمس بشكل اكبر. وهنا بيقول لنا now الان everyone كل واحد is happy سعيد. the plants النباتات are watered يعني اتسقت خلاص بالمية. the weeds الحشائش والاعشاب دي are gone اختفت خلاص وتم نزعها، حسام نزعها وشالها من الارض. and the sun والشمس is shining مشرقة on the plants على النباتات خلاص النباتات موجودة في الشمس بشكل كويس. حسام بيرى a butterfly فراشة flattering بترفرف near بالقرب من the plants النباتات. He smiles هو بيبتسم and quietly وبهدوء watches بيشاهد the butterfly الفراشة. وبكده نكون عملنا reading للستوري الجميلة دي، وكمان عرفنا الكلمات المختلفة الجديدة فيها. لو انت في كلمة من الكلمات دي ما كنتش عارفها قبل كده اعمل حواليها سيركل. وكمان شفنا الصورة اللي موجودة في البيج اللي بعد كده وفهمنا الستوري بتقول ايه. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد.
ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.